للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور علي عبد الراضي، أخصائي العلاج النفسي وعلاج الإدمان. دكتور، يعني لماذا دائما في كل الدول العربية تقريبا يتم الحديث عن المرحلة الثانوية، عن أنها المرحلة الأخطر في مراحل نمو الشاب، وأنه يجب أن يعطى المزيد من المعلومات وترسل إلى المدارس أعداد من المرشدين النفسيين والأخصائيين في مجال الإدمان وما إلى ذلك؟ أليس من الأحرى أن يتم النقاش مجتمعيا حول مسؤولية الدول في إبعاد هذه المخدرات عن الشباب في الشارع قبل المدارس؟ اهلا وسهلا بيك. فعلا قضيه المخدرات وانتشار المواد المخدره من الحاجات اللي بتعيق التنميه زي ما اشار التقرير واللي العالم كله مهتم بيها. المخدرات مرتبطه بمرحله المراهقه. مرحله المراهقه هي المرحله الانتقاليه اللي بينتقل فيها الطفل من الطفوله الى مرحله الرشد او مرحله الشباب، فبالتالي هي مرحله انتقاليه، ومن المعروف حتى في المجال السياسي المراحل الانتقاليه هي مرحله متقلبه المزاج، صعبه شديده جدا، بتخلي الواحد مش عارف الرؤيه كويسه جدا، لسه ما اكتشفش ذاته وما اكتشفش قدراته النفسية. كمان المشكلة الخطيرة ان احنا في الوطن العربي او في العالم كله المتعة بالنسبة لنا سماعية، ان انا سمعت تجربة معينة من حد تجرب مادة معينة او تعاطى مادة معينة، خليه يسعى ان انا اجربها زيه او ان انا اعمل نفس الفكرة علشان اوصل ولكن لنفس دكتور النتيجة من السعادة. ألا يعتبر الحديث عن ربط المخدرات بهذه الفئة العمرية تحديدا نوع من انواع التطبيع فيما يتعلق بالفئات العمرية الاخرى؟ أليس من الاحرى ان يتم الحديث عن ابعاد هذا الخطر في المجتمع بشكل عام من قبل مؤسسات معنية في الدولة ومحاربته؟ ده حقيقي، ده حقيقي. عايز اقول لك ان صندوق مكافحه علاج الادمان وبالتعاون مع الاداره العامه لمكافحه علاج الادمان الفتره الاخيره بس من 5 أو 6 أيام كانوا مكتشفين اكثر من كميه هائله جدا في البحر الاحمر من المواد المخدره. بشكر البحريه المصريه ان قدرت تحفظ مصر من دخول ماده الهيروين، فبالتالي فعلا بنعاني من ضغوط قويه جدا. في دراسه بشتغل عليها تبع الجمعيه الامريكيه لعلم النفس الاي بي اي بتشير الاحصائيه دي، لو ان فضل استمرار المواد المخدره بنفس الانتشار في السوق المصري او السوق العربي، هيكون من كل 100 مواطن في 2030 واحد بس منهم لا يتعاطى ماده مخدره، فده مؤشر خطير. اما عن الدراسه اللي عملها مجلس الامان العام للصحه النفسيه، انت تقصد السوق الافتراضي طبعا، فئه معينه هي فئه التعليم العام غير المرحب به. نعم، انت تقصد السوق الافتراضي غير المرحب به بطبيعه الحال. اكيد دكتور. طيب لو نعرف تحديدا ما هي المخدرات المعنيه والمجرمه والتي يعني تحارب في كل الدول؟ طيب المخدرات هي اي ماده تعيق الفكر الانسان وتعيق سلامته العقليه وسلامته النفسيه هي مجربه، ابتداء من الهيروين والكوكايين والمرجوانا والحشيش، المواد المخلقه والغير المخلقه، او بنسميها الاتجار غير المشروع للمواد المخدره بنفس النص، ومنظمه الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه مدرجه عده مواد مخدره، وكمان الوطن العربي مدرج مجموعه من المواد المخدره محرم تداولها وتجريمها عبر البر او عبر البحر، ومجرم تداولها لانها تطيح بحياه البشر وتقلل من قدرات البشر. هناك دائما سجال العمل والانتاج بين مختلف الشباب في مختلف مناطق العالم. بعض الدول تصرح باستخدام انواع معينه من الماريجوانا التي اتيت على ذكرها دكتور. هناك مثلا رئيس وزراء كندا تحدث عن انه يتعاطى الماريجوانا اجتماعيا حينما يقوم احد باعطائه له. لماذا يحدث هذا في دول معينة؟ وهل هي بتركيبات معينة مثلا تختلف عن التي تستخدم وهي مجرمة في الوطن العربي مثلا؟ طيب المجتمع او الانسان هو فكر وثقافه، وثقافه مجتمع وسلوك انساني، فهل ثقافه المجتمع في الوطن العربي تستعيب الترحيب بتقنين ماده مخدره طبيعيه مثلا؟ لا، لكن احنا بطبيعه المواطن العربي الرغبه او عموما يعني الفكر في ثقافه مجتمع تختلف عن ثقافه مجتمع اخر. قد يكون يحدث اثار سلبيه لو انتشر اللي هو التقنين لماده مخدرة معينة يأتي بالسلب. طيب، يأتي بالسلب، فبالتالي منعها أفضل من انتشارها، خاصة أن احنا ثقافة عربية لها في الكرم والأخلاقيات والفهم الاجتماعي وتقدير هل الذات من طريقة العقل سريعة المفعول لإبعاد هذا الخطر عن الشباب وعن مختلف فئات المجتمع العمرية أيضا دكتور؟
طيب انا كنت اتمنى ان الدراسه تجتمع على التعليم العام والتعليم الفني. هي الدراسه اللي اتعملت على 13000 طالب اتعملت على 13000 طالب من التعليم العام فقط، لكن التعليم الفني كانت ممكن توصل نتائج للمخدرات اعلى بكتير جدا. ودي من سلبيات الدراسه. من سلبيات الدراسه انه بيشتغل على الثقه بالنفس، والثقه بالنفس مش مفهوم في علم النفس او في الطب النفسي، لكن مفهوم الطب النفسي هو صوره الذات والثقه بالذات وتنميه مهارات الذات. فبالتالي هم لازم يشتغلوا اكتر على الحاجه بنسميها الاكيوبيشن ثيرابي او العلاج بالعمل. الوطن العربي يفتقد وجود كليه وتقنيه متخصصه اسمها التاهيل والعلاج بالعمل. الموضوع ده بعيد جدا جدا. يمكن الدراسه العربيه الموجوده في جامعه عين شمس هو علاج فعاليه برنامج علاجي بالعمل لمتعاطي المخدرات الهيروين والترامادول، دراسه واحده فقط تناقش هذا العام. لكن محتاجين وجود تخصص قوي جدا يقحم الشباب خاصه في العمل. الشباب لو ما بيكونش موجود عمل، واقصد بالعمل هنا العمل الفني والعمل الرياضي والعمل الترويحي والعمل الاجتماعي والاهتمام بقضايا معنويه، ده بيخليه يبقى مركز جدا في تنميه مهاراته الابداعيه والبعد عن المخدرات. المخدرات هذا الموضوع مرتبطه بطبيعه بالفراغ الحال يحتاج النفسي الى وقت والعاطفي اطول والاجتماعي. ولشرح مصطلحاته وابعاده وما المقصود بالمشروع منه والمقنن منه وما الى ذلك. اشكرك جزيلا دكتور علي عبد الراضي الاخصائي في علاج او العلاج النفسي وعلاج الادمان. شكرا جزيلا لانضمامك الينا من القاهره.